الوضع الاقتصادي معقد للغاية. الأكيد أن البلاد ستواجه مزيدا من الصعوبات في المستقبل، لأن الإجراءات التي اتخذها الوزير الجديد للاقتصاد سيكون لها تأثير حتى على الطبقات المتوسطة من المجتمع. هناك مشكلة خطيرة أيضا مرتبطة بمخططات المساعدات الاجتماعية، ولكي تتمكن الحكومة من الخروج من هذا المأزق يجب أن تتوفر على سياسة نمو قوية. في اعتقادي الأرجنتين تعاني من حزمة من المشاكل المالية والنقدية ومشاكل إنتاج في القطاعين الصناعي والزراعي، لذلك هناك حاجة إلى خطة شاملة تأخذ في عين الاعتبار جميع الإكراهات ولديها طموح كاف لتحديد الأهداف مع التركيز على تحقيق النمو واستقرار الأسعار.